بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم العينات التي درستها في السابق في مختبري. مثل ما تلاحظون هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن تجارب كثيرة جدا بالمئات. مثل ما تلاحظون عينات كثيرة جدا، درست أكثر من 12,000 حيوان آخر 9 سنين، وهذه بقايا التجارب.